الآن لعبة التوافق. نسعل جواهر سعال. نقول له يا ليت السعال. طيب نشوف ايش تحبين، ايش تحبين من الهدي من هدايا، وايش تفضلين واحد من الثلاث الاشياء هذه، وايش تحبين هديه نجاح واحد من صديقاتك. تمام يلا شاطيها. ايوه لا لا احنا نقول لك واحده من الثلاث وتختاري. يلا اختار هديه لنفسك من هذه الثلاث يا جواهر. اختاري هديه. هذا عندي، هذا ما ابغاه. طيب خلاص يلا يا لا تتكلمي مره زي كذا، اختاري كذا بدون ما تقولين هذا عندي وهذا ما ابغاه. طيب اجل معنا عمين. اختاري لحظة دون كلام دون كلام اختار. اه على بالي. لا خلاص لا خلاص. طيب يا شهد السؤال يقول اختاري هدية يا جواهر لنفسك من هذه الثلاث هدايا. هل اختارت جواهر جوال ولا احدث جوال ولا احدث ايباد ولا احدث بلاي ستيشن؟ احدث بلاي ستيشن. غلط. احدث جوال. يلا ما في مشكلة. اثنين من ثلاثة صح. يعني جبت الثنتين الجاية اوكي. يلا اختاري من هذه. افضل واحد من الثلاث، زيارة اعز اصدقائي، الذهاب للالعاب الملاهي، الذهاب لرحلات برية وسفاري. يلا اختارت واحدة من هذه. افضل واحدة من الثلاث لجواهر، زيارة اعز صديقاتها، الذهاب لألعب لألعاب الملاهي، الذهاب الى رحلة برية وسفاري. زيارة اعز صديقاتها. آه منكم يا البنات، آه منكم تحبون الروحات. صديقاتي جوني، صديقاتي رحت لهم. حركاتكم والله ما تصير. طيب هذا صح. لا يلا سواق. هذه الفاصلة يا شهد. يلا هدية نجاح واحدة من صديقاتي أجيب لها وشو؟ باقة ورد ولا كرت معايدة ولا دمية لعبة للبنات أو سيارة ريموت كنترول أو دمية لعبة. يلا باقة ورد ولا كرت معايدة ولا هذا خلاص. إيه؟ السؤال يقول هدية، سألنا جواهر هدية نجاح لوحدة من صديقاتك تجيبين لها باقة ورد ولا كرت. ايش كرت معايدة؟ يعني كرت تحتفظ فيه. كرت يعني كرت باقة ورد تهنئة وكذا ولا دمية دمية لعبة؟ انت ايش اخترتي؟ دمية لعبة. لا استنى استنى استنى. باقة ورد. ايش هي؟ باقة ورد. انت اخترت اول شيء ايش؟ انا وش اخترت فيه؟ بعدين قلت فيه. لحظة لحظة، ترى هي اختارت مرتين، اختارت الاجابتين كلها اللي قلتيها، بس لحظة، الآن تختار وحقول لك. يلا اختاري واحدة منها. أكيد خلاص؟ أي. يلا اختارت واحدة، يلا وش هي تبغين؟ باقة ورد. صح! صح! هذا 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 هذا